انا اجواء زوينه بزاف، وانايا فرحان مع ولد حومتي هنايا بزاف. وخويا ايوب جزولي انايا ديما الله يحفظك خويا، الله يكبر بك. وحنايا ديما زوينين، ديما ان شاء الله غادي نبقاو في هذا المستوى هذا. اجواء زوينه معايا عشيري ان شاء الله. سميتي يونس اخاي، هابي نيوير المغرب كامل كذا، وتحيه بوناني المغرب كامل، وتحيه المغرب كامل، وتنبغيو حنا كلشي. وخواتنا اللي في اسبانيا اللي مشاو اسبانيا تحيه لهم، تحيه بزاف وشكرا بزاف لكم. سنه سعيده، سنه سعيده. طبعا الامن كيحمي الوطن. اي بلاد بلا امن وبلا سلام راه ما كتكونش، يعني ما كيكونش الامن ما كيكونش السلام. طبعا ضروري من وجود الامن. هنا في الرباط نورمالمون تيكون في السنين اللي دازت تيكون الهراج كما تنقولوا، المراج تيكون الناس كثار، تيكون زعما اجواء بصح ديال البونانيك. هذا العام الصراحه هو بحال ما كاينش، ناقصين الاجواء اللي كنشوفوا، حتى الناس هانتوما كتشوفوا قلالين، ما كاينش الناس بزاف، وحتى كثرت لي زاشا وهذا. الناس كاين واحد يعني غومارك اللي هي ان الناس قلالين بزاف اللي كيحتفلوا، الناس اللي كيهمهم الامر بالنسبه للبونانيك. حيت السنه ديال 2019 نتمنى ان تكون بالخير، تدخل على المسلمين بالخير، وتندوزها مع وليداتي ومع الوالده ومع الجوجه ديالي، وتنتمنى الامه الاسلاميه تكون بخير وعلى خير. كل عام وانتم بخير. لا الحمد لله الاجواء مزيانه، كل شيء كالم، كل شيء مزيان، كل شيء يعني في الوضع العادي ديالو. كانه بالنسبه للحلوى ماشي هنا مسلمين، الحلواير هكا هنا تنساليوها مع شويه التسعود ولا 10 الحلواير هذا، وتنفرحوا بها مع الدراري. ماشي لا علاقه مع الحلوى احتفال. حنا الحمد لله هنا ماشي ان تحتفلوا بها، انا تنساليو مع شويه التسعود العشرة تنساليو الحفله ديالنا. كنتبعين بالنسبه للاجواء الحمد لله بخير وعلى ما يرام، والامن الحمد لله مزيان. حنا كتحتفلوا هذا، ولكن بحال من بعد الانسان بحال شويه تيولي يتراجع، يرجع للور، ما تيبقاش يحتفل، ما تيبقاش حتى هو ياخذ هذاك الشيء ديال لي طاقت، من غير انك تاخذ لي زانيفيرسير. بحيث انا عند بنتي لو 1 يعني حتى الغدا الاكثريه مصاف ما بقيتش كنحتفل. واش نقول لك، هي صراحه كانت مزيانه، كتحسي بها واحد شي حاجه زوينه، كتبقاي تسنيدي مثلا العام اللي غيجي واحد ولكن صافي ملي كيكون شي احداث اللي يقدر يكونوا دازوا قاصحين شويه على حنا كمغاربه وهذا صافي. يعني كاين الانسان بحال تقولي حنا كمغاربه تتكمش تزكا بهذا المعنى صافي. عادي كنحتفلوا يعني ماشي كنحتفلوا احتفالات ديال المسيح ولا يعني ديك الاحتفالات اللي كتعرف، وانما احتفالات ديال الاسره عاديه بالسنه الجديده. لا الحمد لله ما نكذبش عليك مزيان. لا القوات المساعده ولا الامن الوطني كلهم دايرين خدمتهم. ها انتم كتشوفوا حتى هنايا في هاد البلايصات فين وما درتي كتلقى، يعني ما كتحسش براسك راك غادي في واحد لو ريسك، يعني واحد الخطر ولا كترد البال ولا لا. الحمد لله يعني ما بقاش كيف ما قبل كنتي ديما حاضي راسك، وبالاخص في بعض المدن بحال كازا اللي كان فيها واحد الاشكال كبير ديال الامن، يعني وليتي كدور ولا في الرباط في لاكورنيش ولا في بلايص اللي فيهم الظلام. يعني ما بقاش عندنا واحد المشكل ديال انك تدور في شي بلايص واحد الوقيته اللي هي كنا كنخافوا منها، يعني تخرج في الليل مع وليداتك ولا هذا ولا كانت صعيبه. دابا الحمد لله كنشكروا الناس ديال الامن كلشي لانهم تيديروا واحد الفوق كبير اللي ما كيحسش بهم المواطن. ايزاني جيرسك تطبق ماتنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.